السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا تاج كويستشنز. تاج كويستشن اللي هو سؤال الذيلي. السؤال الذيلي ار شورت يس نو كويستشن. هي أسئلة يعني قصيرة ب يس او نو، added to statement، تضاف إلى الجملة الخبرية. they are conversation forms، يعني هن فد صيغ للمحادثة. And sometimes occur in written except in a report speech. وهنا يستخدم بعض الأحيان في الكتابة باستثناء report speech. هنا sometimes that question are used to keep the conversation going. بعض الأحيان يستخدم حتى يخلي المحادثة تستمر بدون توقف. هنا الكلام مو مهم، هذا الكلام المهم. When the statement is affirmative، عندما الجملة هي مثبتة، the question is negative. هنا النقطة. هنا الشيء المهم، عندما الجملة تكون مثبتة راح تكون هي نفي. When the statement is negative, the question is affirmative. يعني عندما الجملة تكون نفي السؤال راح يكون مثبت، وإذا الجملة كانت مثبت راح تكون نفي. واضحة؟ شوف، taxes are high in college town. Aren't they؟ شوف، أنت خليتها سؤال. شلون خليتها سؤال؟ خليت الآر بالبداية. هذا الآر جبنا خليناه بالبداية ورا الفارز. هاي الفارز أنت راح تحطها ورا الفارز، راح تحط الفعل المساعد الموجود هنا. هذا راح يصير آر. هي مثبتة راح يصير نفي. هنا هاي جمع صارت they هم. جي they جمع صارت aren't they. That is right. Isn't it? Is not it؟ ال is خليناها بالبداية. ال that it والخلينا النات نفي. واضحة؟ مثال عليها حتى تكون أوضح. مثال عليها شلون تجيك؟ مثال عليها حتى تكون أكثر وضوحا. he is happy. شوف شو راح تقول. راح تقول is not he، شوف is not he. زين، علامة استفهام لازم من الساحة. واضحة؟ isn't he، is not he، أو isn't he. he شوف نزلنا ال is حليناها بالبداية هنا لأن سؤال، أو خلينا not. ليش خلينا not؟ لأن هي مثبتة. إحنا قلنا إذا مثبتة تصير نفي، وإذا نفي تصير مثبتة. تزر جملة. مثال آخر، مثال آخر. علي is أو علي was not happy أو sad، لم يكن حزين. شرحت حط أنت، شرحت له. شوف إيش راح أسوي. راح تقول، راح تقول was he. شوف علامة استفهام من انساها، يعني ما اعرف شو المشكلة بالحاسبة، يعني علامة استفهام تكون من علامة استفهام لازم تكون في النهاية، لازم من انساها. علي wasn't said، راح تقول was he. يعني إذا تشوف هنا العلي، خلينا له هي ضمير، نستخدم الضمير دائما. الواز نزلناها مثل ما هي. هاي نات راح تكون مثبتة. لو هي مثبتة كان صارت نفي. مثل هاي هسه، هاي مثبتة صارت نفي. هذا عبارة، هذا كل التاج كويستشن، هذا كل ما بي بالنسبة للتاج كويستشن. مثال this is a hard lesson isn't it. شوف ال is نزلناها مثل ما هي، خلينا نات لأن هاي مثبتة، والإت نزلناها مثل ما هي. I am not late am I. شوف الآي نزلناها مثل ما هو. الآي نزلناها بالبداية، خليناها بالبداية. ليش خليناها بالبداية؟ لأن سؤال، والنات شلناها لأن هي كانت نفي، لازم تكون مثبتة. I am not صارت am I. I am going to see. Am I not. Am I not.
واضحة؟ I am not أو am I، الـ am تنزل مثل ما هي، الـ I ينزل وراها الـ not. الجواب عن ذني دائما ما يكون بـ yes أو no. من تريد تجاوب على ذني جاوب بـ yes أو no. زين، عندنا pronunciation helps when a speaker is quite sure that statement is true and he adds a tag question. عندما المتكلم متأكد وهو يضيف tag question just to make conversation, the intention of this question is the same as that of statement. You live in apartment, don't you? Don't you? شوف هنا هذا يعني من ضمن التاج كويستشن، يقول انت لما متأكد من شيء راح تقول don't you، يعني شلون انت متأكد من كلامك من اللي تسأل؟ يعني شوف when the speaker is not quiet، شوف انت لما متأكد راح تقول you live in a apartment don't you، don't you، تأكيد، التأكيد على don't. بينما أنت لما ما متأكد التأكيد على you، you live in apartment don't you، يعني don't ما راح تكون قوية، ما راح يكون تركيز عليها، تركيز يكون على you. ليش؟ لأن أنت ما متأكد، بس من متأكد التركيز راح يكون على don't. واضحة؟ أو is أو أي شيء. طبعا هنا سؤال، ليش خلينا don't؟ إذا ما عندي فعل مساعد أستخدم don't، بس إذا كان ما عندي فعل مضارع، ما عندي فعل مساعد، ما عندي أي فعل وهي بالمضارع أستخدم don't. إذا هي lived بالماضي راح أستخدم did. هذين الأفعال المساعدة لازم ينحفظن، واضحة؟ ذني حفظ. مثلا هاي شوف aren't they، هسه أنت متأكد؟ هذا لازم، إذا أنت متأكد يعني هذا لازم يكون قوي، إذا ما متأكد الضمير يكون قوي. واضحة؟ لهنا يعني يخلص هذا الفصل، بقت التمارين، تمارين إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعون الله تعالى.